السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هي المحاضرة الخامسة لـ Topical Agent. Topical agent can be defined as these substances that are applied to the body surface, including application within the body cavity and that open outside within the body that is within open within outside. اللي هو شنو معناه؟ معناه انه مثلا يكون الاورال كافيتي هو الى فتحة اوتسايد ويكون الى تجويف، فهذه اورال اور فاجينال از ويل، او انه ممكن انه داخل الاير اللي هو داخل الاذن، ممكن انه ننطي فد دراجز اللي نصيح له او كلاسيفايد ذيم از اتوبيكال ايجنت. These are the compounds that are locally applied to the skin or the mucous membrane that are mainly by the mechanical or physical manner. Mechanical يعني معناه within applicator، أو إنه physical ممكن أن نخليه direct يعني by rubbing، يعني rubbing إنه نخليه من خلال مثلا عن بإيدنا. The topical agent does not absorb directly into the circulation. يعني إحنا نتوقع انه التوبيكال ايجنت يعطينا ثيرابيوتيك اكشن لوكالي، لذلك السيستميك افكت مالته يكون جدا قليل. ذا كومباوند هاف ا ليتل فارماكولوجيكال افكت. ذا فاكت ذات ذا كومباوند ار ذات وين ذي ار ابلايد برودكت ابلايد برودوس ا فرايتي اوف ذا افكت لايك ادزوربنت استرينجنت ديمولسنت اموليانت اند بروتكتيف. This compound اللي هو ممكن ان تعطينا antimicrobial astringent activity as well. Some of inorganic compound that having the topical local activity. يعني تنطينا topical وينطينا local activity. يعني احنا العفو نرجع للسلايد، شنو نقصد بالtopical واللocal activity؟ اللوكال على المكان نفسيته، بينما التوبيكال وذن تجويف، يعني يكون كافيتي موجودة وعليه انه اكو دراجز ممكن ان نطيه لوكال وممكن ان نطيه داخل التجويف مثلا الاورال كافيتي. The inorganic compound that are topically are broadly categorized on the basis of their usual action or use, for example protective and adsorbent, antibacterial or antimicrobial astringent, sulfur and other compound اللي هو ممكن ان classify them as a miscellaneous compound. Topical agent اللي هو protective and adsorbent، المثال عليها silicone polymers, titanium oxide, calamine and zinc oxide. Antimicrobial activity الامثلة عليها الهيدروجين بيروكسايد او البيروكسيد هيدروجين موجود بالصيدلية، بوتاسيوم برمنجنيت ايضا موجود، صوديوم بوريت يعني قليل موجود، ايودين اند ايودين بريبريشن هذا جدا مهم وضروري انه تعرفونه، البوفيدين والايودين، ايضا البوريك اسيد، البوراكس، السيلفر اند سيلفر كومباوند، ميركوري كومباوند ايضا كلهن موجودات. استرينجنت اللي هي زنك كلورايد او المنيوم سلفيت، اليوم الومنيوم سب اسيتيت سوليوشن، زنك سلفيت از ويل، اند ذا ميسيلينس كومباوند مثل ما قلنا اللي هو سلفر اند سلفر كومباوند. هاي الامثله على كل جروب. البروتكتيف اند ادزوربنت، البروتكتيف ار ذا ايجنت ذات ار كفر ذا سكن اور ذا ميوكس ممبرين فروم ذا بوسبل ارتنت. اذا احنا ما عندنا ارتنت، احنا نتوقع راح يصير ارتنت فهي بروتكتيف الهدف منها. Some substances are insoluble type and chemically inert that and they act by forming a coat or film on the skin. يعني تسوين على شكل فيلم او كوت، على فيلم او كوت يعني طبقه او انه يغلف السكن. They absorb the moisture, decrease the mechanical friction and irritation. مثلا البودرة مالت الأطفال ممكن هي اللي كان بي كلاسيفايد in this class. Also discourage the certain bacterial growth، أيضا هي بيها antimicrobial activity.
Dusting powder is the state of إحنا البودرة اللي ممكن ننصح لها بالإنجليزي اللي هو dusting powder اللي هو is the state that the fine division form adherent continuous film on the intact skin and exhibit protective action. هي fine division form اللي هي تكون باودر صغيرة الحجم إلها قابلية إنه تلتصق وتسوي لنا فيلم متواصلة مع بعضها. الأدزوربنت some chemically inherent substance absorb dissolve or the suspended particle or the classes or the or gases toxin as well as adsorbent. فممكن انه تسوي لنا adsorbent هي مو فقط للمويستشر ممكن للغازز توكسين. فالميكانيزم اوف اكشن اللي هي الادزوربنت ار mainly used internally to prevent the irritation or the unwanted effect on the mucous membrane. Some inorganic classes that are possess both protective and adsorbent properties on the topical application. يعني عندهم تو افكت. هسه احنا شفنا انه اكو local and topical وهسه احنا انه protective and protective and adsorbent properties. Adsorbent مثلا للتوكسين, adsorbent للغازز, هاي واحدة. البروتكتيف مثلا من الارتنت بروتكتيف. اكو فد كريمات موجودة انه مثلا للحشرات تمنع الحشرات واقترابها من الجلد, ايضا هاي ممكن ان تعتبر من ضمن هذا الكلاس اللي هي البروتكتيف protective purpose of adsorbent. The protective action is generally nothing but the mechanical protection which is given from the external environment by forming a film coat or the layer on the skin. فخصوصا يعني مواسم الصيف نحتاج انه بعض المناطق تحتاج مثلا كريمات كريم يغطون بها الجلد عن حتى ما تتعرض للحشرات, فلذلك موجودة بالصيدليات وهذه من ضمن هذا الكلاس. The criteria of the ideal protective they are should be adsorbent since adsorbing the moisture from the surface of the skin and decrease the mechanical friction and irritation as well as they must be composed of a small particle because the small particle offer a large surface area and allowing them to adhere to the surface of the skin more efficiently. يعني كل ما يصغر حجمها كل ما تصير لها الاتيرنس مالتها عالي to the skin and more efficiently يكون more efficient. Also offer the smooth substance that are soothing to apply and help in the preventing the irritation due to the friction or rubbing. وبذلك انه كل ما يصغر حجم البارتكل كل ما يقلل لنا الارتيشن من نخليه على الجلد. The protective are generally applied as a dusting powder, suspension, lotion and ointment. Therefore the protective are the substance that may be applied to the skin to protect a certain area from the irritation due to the moisture, friction and allergy and so on. البروتكتيف الامثلة عليه اللي هو المغنيسيوم اوكسايد, التالك اللي هو متكون من مغنيسيوم اوكسايد, سيليكون اوكسايد اند ووتر. الاسم اله البيوريفايد تالك, تالكم اند سوب ستون. بروبرتيز هو فاين وايت باودر, ادرلس, تيستلس اند ادهير تو ذا سكين اون تاتش. البريبريشن للاطلاع. Uses اللي هي pharmaceutical aid, dusting powder, it can be formulated that is cosmetic or medicated with zinc oxide or boric or the boric acid. فممكن انه اكو فرق بين cosmetic and medicated. Cosmetic يكون الهدف من عنده انه جمالية مثلا بيرفيوم ينطي, بينما medicated ممكن ان الخلطه مع الزنك اوكسايد or boric acid. كذلك it is greasy or in touch to touch before therefore use as a lubricant or the protector.
it used as excipient, lubricant, and filler for the tablet and pills. ممكن أن يستخدموه بالإضافات للتابلت and pills. الزنك أوكسيد المثال الآخر ZNO البروبرتيز مالته اللي هو يكون وايت الكلر هو أدرلس الفاين أمورفس باودر السوليبلتي هو انسوليبل ان ووتر اند الكهول اند سوليبل ان امونيا الستورج زنك أوكسيد ابزورب ذا كربون دايوكسيد يعني يتحسس من الهواء ذا كيميكال بروبرتيز اللي هو مالته ابزورب ذا سي او 2 فروم ذا اير and absorb the moisture and CO2 from the air and form the basic zinc carbonate يعني الزنك أوكسيد مع CO2 وجود الرطوبة الهيوميديتي اللي موجودة بالجو ممكن يعطينا basic zinc carbonate لذلك انه لازم تكون العلبة الخلطة لازم تكون fresh اذا اريد نحضر تركيبة تتضمن زنك أوكسيد لازم تكون fresh وممكن انه لازم تكون محكمة وتنغلق بمكان بعيدة عن الـ air and moist. A zinc oxide topical is used to treat the double rash, minor burn, and severely chapped skin, and other minor skin irritation. Zinc oxide اللي هو rectal suppositories are used to treating the itching and burning irritation. طبعا الزنك اوكسيد اذا تلاحظون المركبات الجديده اللي تجاه تنزل بالاسواق اكثر السبوستريز اللي يعالجون بها الهيمورويد تحتوينا على الزنك اوكسيد السبب انه يقلل لنا الاتشنج البيرنينج اند الريتيشن الكلامين ايضا جدا مهم انه نعرفه الكيميكال فورمولا هو زنك اوكسيد اند فيروك اوكسيد اللي هو contain at least 98 and no more than 100.5% of zinc oxide. The properties هو pink or reddish brown powder, odorless. The nature اللي تكون عادة fine powder and amorphous. The solubility يكون insoluble in water. الملاحظة هنا the presence of the ferric oxide اللي هو السبب بالpink color. فليش يقول انه الزنك اوكسيد موجود مثلا بالكريم ابيض بينما بالكلامين الزنك اوكسيد يكون بينك وعليه انه نقول الفرق انه الفيريك اوكسيد هو السبب بالبينك كلر اليوزز مالته توبيكال بروتكتيف اند از يوز ان ذا داستنج باودر اوينت اند لوشن ذات ابلاي تو ذا سكن فور ذا سوذنج ادزوربنت اند بروتكتيف بروبرتيز And it is better cosmetic acceptability than the zinc oxide. And various dermatological conditions, including oxidation of the fluid that respond reasonably well to the calamine. يعني عادة يكون إذا يكون عندنا خراج ممكن أن يستجيب للكلامين. Mild astringent and the phenolated calamine lotion اللي هو نخلي فينول أو 1% which provide the local aesthetic and antiseptic antipruritic action المثال الآخر titanium dioxide TiO2 اللي هو insoluble in water كذلك soluble in the aqueous alkaline solution use against the ultraviolet radiation UV light يعني عادة نستخدمه بالواقي شمس كذلك use for the skin protective cream and paste and dental product the protective action raised from the high refractive index of the TiO2 السيليكون polymers اللي هو use in بالسيليكون oil يستخدمونه بالانتي acid preparation السيميثيكون يكون light gray translucent liquid and greasy consistency لذلك اكو soft gelatin capsule تحتوينا على سيميثيكون واحدة اوفال اللي هو الكبسول اللي يستخدمونه للانتي فلاتشنانت remove the gas from the intestine كذلك يستخدمونه
prepared from the dimethyl polysilicon ether. Zinc oxide and calamine راح نشوفهن ايضا بالاسترينجنت كلاس. اللوكال انتي انفكتيف ايجنت اللي هي هيدروجين بيروكسايد، ايضا الكي ام ان او 4 ايودين اند بوفيدين ايودين. هذني جدا مهمات ان تعرفوهم. فمثلا الاوكسيديشن ميكانيزم اللي هي يا هو اللي يوفر لها الهيدروجين بيروكسايد اند بوتاسيوم برمانجانيت. البريسبيتيشن اوف ذا بروتين اللي هي بوريك اسيد اند اند بوراكس اند سيلفر نايتريت، بينما الهالوجينيشن اللي هي الايودين اند بوفيدين ايودين. They are the chemicals and their preparation used for the reducing or prevention the infection due to the microorganism. أما أنه عندنا microorganism إن مثلا جرح ملتهب، نقدر نقلل الالتهاب عن طريق استخدام مثلا الهيدروجين بيروكسايد أو البوفيدين، أو أنه نحاول كبروفيلاكسنج وقاية preventing the infection due to the microorganism. أيضا antiseptic that are inhibit the growth of the microorganism that are used for the living object. Germicide kill the bacteria, fungi, virus and spore. And bacteriostatic that are primarily inhibit the bacteria only arrest their growth and not kill them. فممكن أن يعطينا germicide أو bactericidal and bacteriostatic. Bactericidal اللي هو القاتل، بينما البكتيريوستاتيك هو اللي يقوض عمل البكتيريا. السنتيسايزر اللي هو maintaining the health for the sensitization purpose. الانتيمايكروبيال ممكن ان ينطينا من الاوكسيديشن عن طريق شنو؟ تحول السلفاهايدريل جروب اللي هي اس اتش معناها السلفاهايدريل جروب الى تتحول الى الداي سلفايد بوند اللي هو بروتين ستركتشر. هذا النورمال ستركتشر مال البروتين، هذا يتحول الى الدايسلفايد بوند اللي هو افتر اوكسيديشن. الانتي مايكروبيال اللي هو الهالوجينيشن. الهالوجينيشن ايضا احنا عندنا بروتين موجود، هذا البروتين مكان مال اتش تستبدل باكس اللي هو الهالوجين ويعطينا انتي بكتيريال اكتيفيتي. هذا نصح له الهالوجينيشن، وبذلك يغير لنا الكونفورميشن اوف ذا بروتين، يعني يتغير شكل البروتين، ويتغير بما انه تغير شكل البروتين تتغير الوظيفه مالت البروتين. ايضا البريسبيتيشن اوف بروتين، وجود الميتال ايضا كومباوند ذات جيفز اكشن باي ذيس ميكانيزم، ذا ميتال بايند وذ امبورتنت جروب بريزنت ان ذا بروتين اللي هو مثلا الاس اتش بها لون بير، هذا الزوج الالكتروني احنا نصيح له لون بير مع الزوج الالكتروني اخر راح يصير عندنا coordination equivalent bond. الهيدروجين اوكسايد اللي هي ايضا ننطي اللي هو عنده انتي مايكروبيال اكتيفيتي. A high amount of oxygen since the oxidation. Colorless, odorless and sometimes the acid and alcohol are added along with peroxide that which act as a negative catalyst. والnegative catalyst اللي هو معناه بهذا التعريف اللي هو يقلل لنا rate of the chemical reaction. ينخلي هيدروجين بيروكسايد حتى نحافظ على استقرارية الأسيد والكربون. أيضا the positive catalyst are are metals ion. هيدروجين بيروكسايد نستخدمه antiseptic germicidal for washing the wound وكذلك teeth and ears يعني للأسنان أيضا يستخدموه كغرغرة، وأيضا يستخدموه للإير كتعقيم للأذن، ويستخدموه للجروح. البوتاسيوم برمانجنيت هو oxidizing agent inorganic chemical compound used for the cleaning the wound and dermatitis. اللي هي الدرماتيتس هي الحكة بالجلد. أغلب العمال اللي هم يصيرون مثلا يتعرضون إلى كميات كبيرة مثلا من الإسمنت مواد البناء يصير عندهم حكة بالجلد، فهاي الحكة بالجلد احنا نصيح لها درماتيتس. جدا مفيد انه نعطيهم صوديوم برمانجنيت موجود بالصيدلية يخلونهم
فد إناء يعني أو فد إناء يعني حجم كبير ويغسلون يغسلون مثلا رجليهم ايديهم تروح هاي الحكة اللي بالجلد اللي هي الديرماتيتس. ايضا يستخدمون اوكسيدنت انتسبتيك اللي هو بيرمننت ووش اللي ذات يوز تو تريت ذا جونوريا از ويل از ستيل يوز تو تريت ذا كانديدياسيس انتيدوت فور ذا الكالويد اند سم بويزنينج اوف ذا باربيتشيريت. الايودين ايضا اللي هو يستخدمونه يستخدمون ايضا اللي هو انتيسبتيك. الفيزيكال بروبرتيز جراي اند بلاك كلر اند فيري سلايتلي سوليبل ان ووتر بات هايلي سوليبل ان كونسنتريتد ايودايز سوليوشن. البوفيدين ايودين جدا مهم ان تعرفونه اللي هو مع ايودين وبوجود بوليمر ينصيح له بوليفينيل بايروليدين، فلذلك صار عندنا بوفيدين ايودين، يعني ايودين مع بوليمر اخر اسمه بوليفينيل بايروليدين. زين ليش ضفنا هذا البوليفينيل بايروليدين؟ حتى نزود السوليوبلتي مال الايودين، وبذلك بما انه زود السوليوبلتي راح ينطينا شنو؟ يعطينا الافكت انتيسبتيك افكت اكثر. البوفيدين ايودين از يلو شبراون امورفوس باودر يوز هنا سوليبل ان ووتر اند الكحول اند سوليبل ان السوليوشن از اسيديك. بوفيدين ايودين از بيتر ذان ذا تينكتشر اوف ايودين، يعني افضل من الايودين وحده لان السوليوبلتي قليله. مور ووتر سوليبل نوت irritant and not staining nature. It can be easily removed from the skin and closed by washing. بينما التينكتشر اوف ايودين صعوبة انه نطلع من الكلوذز اند سكين. البوفيدين ايودين نستخدمه انتيسبتيك للسكين ثروت انفكشن اند ووند اند بيرن. كذلك يستخدموه از ديلوتد الى 1% وبذلك فري ايودين كونتنت از انكريس and increase the antiseptic action. As astringent, the application of a very diluted solution of the metal cation is used primarily involve the local or the surface protein precipitation action. The activity is known as astringent. It is the surface phenomena as it is the surface phenomenon, it does not usually result in the destruction of the host tissue. The effect can be observed or felt when applied to the skin or the mucous membrane. هذا ايش راح يسوي لنا الافكت اما شرينكج اور فيرمينج اوف ذا تيشو، ماده قابضه للانسجه. هذا نصيح لها السيرفيس فينومينا. طبعا هاي السببها انه شنو اللي يكون اما يكون السيرفيس بروتين بريسبيتيشن يصير بيها فينطينا شرينكج اور فيرمينج اوف ذا تيشو. The uses of the astringent مثلا stopping the bleeding, reduce the volume of oxidative from the wound, anti-respirant يعني معطر تكون، ايضا stimulate the growth of the new tissue and also اللي هو يكون the higher concentration can provide the corrosive effect on the contact of the tissue that can be used to remove the undesirable tissue. مثلا نستخدمه لرموف الوارتس الفالول بالعامية. الزنك سلفيت هذا اللي موجود الاستخدام إليه اللي هو اوبثالميك استرينجنت. طبعا الزنك سلفيت يستخدمونه انتيسبتيك ايضا. The acidic nature of the solution required buffering. The pH should be between 5.8 and 6.2 and it is usually applied in 0.1 mol doses to the conjunctiva للالتهاب الملتحمة. طبعا اكو قطره اللي هي 10 واكو 20% ابي سلفا دروب. الميسلينيوس اللي هو كريستال فايوليت اللي هو جينشن فايوليت اللي نستخدمه از انتي بكتيريال انتي فانجل اند انتي هيلمنتيك بروبرتيز ايضا جدا مهم ان نعرفه. طبعا اللي هو كريستال فايوليت او جينتن فايوليت بالعاميه يلفظونه جينشن يكتبونه بالعربي جينشن بينما بالانجليزيه اللفظ مالته جينتن فايوليت. اند ات از اولسو ميثيل فايوليت 10 بي او هيكسا ميثيل بارا 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 سالينين كلورايد اللي هو شنو معناه التراي اريل ميثان.
هاي تراي أرن وهذه ميثان داي، أو إنه ممكن أن نطلق عليه هكسا مثل، يعني ستة عدد المثل، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي ستة مثل، هكسا مثل بارا اللي هو هاي البارا موقع بارا بوزيشن، السالينين هذا المركب نصيح له كله سالينين اللي هي الكور. And this is the end of our lecture today, and thank you for listening.